دلوقتي واسمحوا لنا نروح مع حضراتكم ونتابع اخر اخبار النادي الاهلي طبعا والفرق المختلفه مع مراسلتنا هتكون معانا النهارده هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره تحديدا. هنا بونجور عليكي طبعا وصباح الهنا زي ما احنا بنحب نقول لك وسامعينك طبعا اتفضلي. يا صباح الهنا والنصر عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. لكن طبعا قبل ما نبدأ أخبارنا النهاردة حابة أهنئ رجال كرة اليد وكل جماهير النادي الأهلي بعد طبعا تتويجنا أمس بالسوبر الإفريقي على غريمنا التقليدي نادي الزمالك بنتيجة طبعا 27-24. يمكن المباراة كانت مذاعة على قناة الأهلي وكلنا تابعناها. طبعا رجال كرة اليد عملوا مباراة كبيرة جدا وكده بقى خلاص كمان حجزوا مقعد في بطولة السوبر جلوب بطولة طبعا العالم. والحقيقة ان هم عاملين موسم كبير جدا يعني حققوا ثلاثية هذا الموسم كاس ودوري وكمان امبارح السوبر الافريقي. لكن خلاص بقى طبعا هيغلقوا صفحة السوبر الافريقي يبدأوا بقى يجهزوا لبطولة كأس الكؤوس واللي كمان هتقام هنا على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا بنبارك لهم مرة ثانية وبنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى نبدأ أخبارنا النهاردة والبداية مع الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيستأنف تدريباته بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة طبعا ده بعد فوزنا ببطولة الكاس وهيبدأوا بقى يستعدوا لسامي فاينل بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي. النهاردة المران إن شاء الله هيكون الساعة 4 العصر. غدا كمان هيكون في مران صباحي وبعد كده الفريق بقى هيتجه لمطار القاهرة عشان الطيارة هتكون الساعة 4 العصر. بعد كده بقى كمان خلوني طبعا اكلمكم اكتر على بروجرام او برنامج الفريق. هيخوضوا مرانهم الاول في تونس هيكون يوم الاربعاء على ملعب الجامعه التونسيه والمران الاخير قبل المباراه هيكون يوم الخميس على ملعب المباراه ملعب رادس عشان بقى المباراه ان شاء الله هتكون يوم الجمعه الساعه 10 مساء. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كره القدم. خلونا بقى دلوقتي نروح للالعاب الاخرى ونبدا بكره السله وسيدات كره السله بالتحديد. الاتحاد المصري اعلن على موعد سلسلة مباريات نهائي دوري السوبر طبعا زي ما احنا عارفين انه بيقام بنظام بيست اوف 5. المباريات هتكون يوم 10 و12 و14 و16 و18 5 هنواجه طبعا فريق الجزيرة. يعني الحقيقة انه سيدات كرة السلة عاملين موسم استثنائي بلا هزيمة فازوا في جميع المباريات حققوا رباعية طبعا هذا الموسم. كمان بقى خلوني افكر حضراتكم طبعا بمشوار النادي الاهلي في البطولة. الاهلي كان تصدر جدول الترتيب في الدور الترتيبي بعد كده في ربع النهائي واجه فريق مصر للتأمين فاز في المباراتين المباراة الأولى بنتيجة 89-71 والمباراة الثانية بنتيجة 97-71. بعد كده كان واجه طبعا في السامي فاينل فريق سموحة وقدر يفوز بنتيجة 72-65 و84-47 عشان بقى يحجز مقعد في المباراة النهائية. أما عن فريق جزيرة فطبعا قدر يتأهل للمباراة النهائية على حساب سبورتنج. نتمنى كل التوفيق لملكات كرة السلة طبعا ان شاء الله بقى يقدروا كمان يحسموا البطولة ويكون موسم استثنائي بالعلامة الكاملة ويحققوا الخماسية. اما عن رجال كرة السلة فايضا الحقيقة هم عاملين بطولة كبيرة جدا في طبعا بطولة البال. الحقيقة ان هم في دور المجموعات عملوا اداء كبير جدا يمكن كلنا تابعناه وبكده طبعا بيحجزوا مقعد في ربع نهائي البطولة. يعني لو هنتكلم على دور المجموعات هم طبعا فازوا في اربع مباريات قدروا يفوزوا على فريق سلاك بنتيجة 80-70 على فريق كيب تاون بنتيجة 91-75 وعلى فريق سيتي أويلرز بنتيجة 72-70 وعلى فريق فيروفياريو بنتيجة 92-74. وطبعا تعرضوا لهزيمة واحدة بس والحقيقة هي كانت هزيمة بفرق بوينت يعني كنا قادرين كمان على الفوز كانت أمام فريق باترو ديل واندا بنتيجة 91-90. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق رجال الحقيقة كرة السلة عاملين سكواد قوي جدا عاملين بطولات قوية وبيقدموا أداء أكثر من رائع طبعا بقيادة المايسترو مستر أوغوستي بوش. يعني دي أخبار الفرق الرياضية المختلفة. كمان بقى زي ما عودنا طبعا مشاهدين 10 الصبح في الأهلي خلوني أنقل لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الأعضاء بالفعل متواجدين الحقيقة في حالة من بقى الطاقة الإيجابية داخل النادي يمكن بعد أي بطولة بنحققها بيكون في كده طاقة إيجابية وفرحة طبعا داخل النادي. في كمان حالة من النشاط الأعضاء متواجدين بيمارسوا الرياضة ودرجة الحرارة دلوقتي 22 يعني كل أعضاء النادي الأهلي تقدروا تيجوا تستمتعوا باليوم النهاردة. يعني دي كانت أبرز أخبارنا في فقرة أخبار النادي الأهلي معاكم طبعا لو عندكم أي استفسارات والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو.
رائع جدا تغطيه كالعاده يعني يا هنا اكثر من رائعه، وبشكرك كمان على ان انت اديتينا فكره عن الاجواء داخل النادي. انا كنت اصلا هسالك عن ده. بشكرك جدا زميلتنا العزيزه المتالقه هنا ابو القاسم.